وي توجور ديال حساب الفرينات في الحيره والله توجور ديال حساب بلعت الباب شكرا
في اطار التعاون بين الدرك الوطني والامن الوطني قمنا بعمليه واسعه النطاق على بؤر الجريمه في مناسبه حلول دخول الاجتماعي ودخول المدرسي ليكون دخول امن وتوفير الامن لدى الساكنه للمواطنين والمواطنات. اما العمليه راهي تشوفوا هنا في العين في الميدان متواصله، وتم حجز لحد الساعه عدد من الملوثات والمخدرات والاسلحه البيضاء المحظوره، وكذا اوامر القبض اشخاص تم توقيفهم محل اوامر عدليه. اما العمليه سنواصل من اجل تحقيق الاهداف المرجوه لهذه العمليه، وستتواصل في الايام القريبه ايضا، ستبرمج مثل هذه العمليات، كما ان العمليه مدامه لاشاره انها تمت على مستوى كل اقليم على عبر ولايه وهران، مداهمات على مستوى كل اقليم الولايه. بالمناسبه الاولياء التلاميذ والتلاميذ على احترام قانون المرور ومستعملي الطرق على احترام قانون المرور للحفاظ على سلامه ابنائنا وبناتنا. وكما عدت على اتصال على رقم الاخضر التابع للدرك الوطني 1055 والرابط الالكتروني ppgn.dz من اجل اعطاء الشكاوي واي معلومات. سنتكفل بكل انشغالات ان شاء الله للمواطنين، وكما ان الزملاء الامن الوطني رانا ساهمنا بعمليه تبادل معلومات واحترافيه في التنفيذ في الميدان، وشكرا.